إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من هنا من مسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء. إذن بعد إحياء ليلة القدر المباركة التي ترأسها أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله هنا بمسجد الحسن الثاني بمدينة الدار البيضاء، واختتمها بالدعاء الشيخ عمر القزابري، دعاء قشعرت له الأبدان، دعاء دمعت له العيون، دعاء خشعت له القلوب، دعاء شرحت له الصدور. إذن بعد كل هذا والحمد لله حاليا لأن كل المصلين هناك من يفضل الذهاب إلى بطبيعة الحال البيت لتناول وجبة السحور قبل أذان صلاة الفجر، لأنه حاليا ما كيفصلنا على أذان الفجر تقريبا أقل من نصف ساعة، أقل من نصف ساعة تفصلنا عن أذان صلاة الفجر. إذن هكذا كانت الأجواء هنا بباحة مسجد الحسن الثاني، وداخل مسجد الحسن الثاني شاهدوا ما شاء الله بقي هناك من يفضل أداء صلاة الفجر والصبح ثم الذهاب إلى البيت، ولكن كما قلت هناك يعني بعض الناس أنهم كيفضلوا يمشيوا يتناولوا وجبة السحور. أكيد الحمد لله خاضوا الأجر ديال إحياء ليلة القدر، الأجر ديال يعني هاد الدعاء ديال ختم القرآن، لأنه الحمد لله كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام هم يعني الناس اللي كيكونوا مثلا كيذكروا الله عز وجل ما كيشقاش الجالس ديالهم، بمعنى أنه فقط شي وقت تكون انت غير واقف كتصنت أولا مثلا غير ديز، سبحان الله يعني الرحمة ديال الله واسعة، فكتشملك هذيك الرحمة وديك الملائكة اللي كتحف هذاك المكان، فسبحان الله العظيم حتى تكينالك نصيب منها. هذا قول الله عز وجل، هذا ماشي كلامنا احنا. أكيد كما قلت حاليا ما شاء الله لاحظوا معايا مشاهدين شوف تي في بعد إحياء ليلة القدر وسماع ختم القرآن بصوت الشيخ القارئ عمر الزابري في هذا الأثناء. أعوذ بالله من الشيطان قبل أذان صلاة الفجر، إذا تقبل الله من الجميع. بسم الله الرحمن وَالشَّهْرُ وَالشَّهْرُ
إذا مشاهدينا الأوفياء إلى هنا سنأتي على نهاية البث المباشر على أمل اللقاء بكم فوقائع أذان صلاة الفجر. أكيد الناس دابا تتناول وجبة السحور ريثما يرفع أذان صلاة الفجر. إذا تقبل الله من الجميع مشاهدينا الأوفياء، ما تمشوش بعيد غادي نرجعوا لكم بعد قليل.